تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، إن شاء الله تعودوا بألف خير. لا تنسوا من فضلكم مشاركة الروابط. مرحبا وسهلا بكم. إذا نعود إلى طرح السؤال، تكبيس، لا تنسوا التكبيس من فضلكم. كبسوا من فضلكم، كبسوا. تحياتي، مرحبا وسهلا كريم. تيرس، مرحبا وسهلا. ميمي الصحراء، مرحبا وسهلا. علي ام اش، مرحبا وسهلا. كبسوا كبسوا فريمان، شكرا شكرا، برافو عليكم، 1100 من التكبيس. الله ينصرنا جميعا. تحياتي رمزي، مرحبا وسهلا. خيرت، السلام عليكم فريرو، مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا بكم كاملين. ومعك، وعليكم السلام صديق، وعليكم السلام. إذا دائما طارحين السؤال، بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ ألجيريا، تحياتي. فريمان، تحياتي. يمينة، الجزائر، مرحبا وسهلا. مريم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا العياشة، عليكم الجواب. سلام من جعفر، تحياتي. الريف، الله يهديك، مرحبا وسهلا. والله وخيرت من جعفر، مرحبا وسهلا. رانا نكفى ما شاء الله. جي جي، مرحبا وسهلا، والله تحياتي. من جواب ما خالك سعداني، تحياتي، شكرا والله شكرا. إذا نتمنى أن نلقاو الجواب إن شاء الله. قبل الأخت سارة، دائما من فضلكم عرفونا بأنفسكم والمكان. تفضلي الأخت سارة، تفضلي الأخت سارة. ريفو، مرحبا وسهلا. يا أمينة، شكرا شكرا للمشاركة. هشام، تحياتي. تيرس، تحياتي. وحيد، وعليكم السلام، مرحبا وسهلا والله. إذا لا جواب إلى حدود الآن. سعداني شكرا. لونجا، تحياتي، وعليكم السلام. إذا لا جواب. العياشة ما عندهم جواب. يوسف بازوكا، مرحبا وسهلا. رمزي داز، مرحبا، نعم. سيم، من تدخل في ما لا يعنيه حذف ورمي في زلة المهملات. لا تعديت على رأسك. محمد، مرحبا وسهلا والله. إذا لا جواب عند العياشة إلى حدود الآن. العياشة ما عندهم جواب على مغربية الصحراء قبل 75. إذا احنا ما تعدوا على العياشة، ما تعدوا على رؤوسهم. الخالد المحترم، وعليكم السلام. إذا ما عندهم جواب، لا جواب، لا جواب، لا جواب. تكبيس من فضلكم. نشوفوا البرافو، اطمني عفوا. برافو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى كيف وبركاته. داير الأستاذ محمد؟ لاباس بخير؟ الحمد لله، لباس الحمد لله، ما شاء الله بخير ولا خير، الحمد لله. عرفنا بنفسك من الحمد فضلك. لله. مرحبا ولا.
اسمي محمود من مرحبا، المغرب. تفضل. مرحبا، تفضل الأخ محمود. ما هو سؤالك يا أخي محمد؟ السؤال هو اللي يقول الصحراء المغربية قال 75، يعطينا باشا. ما عندك مشكل، نعطيك الدليل إلا ما غاديش تهبطني ثاني مرة ثانية. الدليل الأكبر يا أستاذ محمد هو أنت. جدك ازداد مغربيا وأبوك مغربيا، وأنت ازددت على وجدك، التراب المغربي شوف وحامل عم لبطاقة شوف وطنية وجد مغربية. وشوف وجدك وجدك والأمم المتحدة، وقال جدك وقالت عمتك، وأرانكم ضحكوا فيكم العالم. أنا نسولك عن الحجج التاريخية على مغربية الصحراء قبل 75. جدك عمتك، جدك عمتك جبتك جدت جدتك عمتك بماذا هي الصحراء المغربية؟ جدتك عمتك أمسك الله يلا ضحكوا فيكم العالم بالله. الله يخليكم لنا باش تضحكون. أحمد تفضل. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسمعك ضعيف يا أخي. كيف حالك يا أخي؟ نسمعك ضعيف يا أخي. يا خائن يا خائن. نسمعك ضعيف يا خائن. والله ثم والله حق. صافي إن شاء الله، راني إن شاء الله الليلة لين نكتب لك الطلاق إن شاء الله، طلاقك الليلة ونرسله لك الليلة إن شاء الله على نفس العنوان. وانت ايش عندك انت بخائن؟ منين يعود زوجك خائن؟ طلقه والسلام عليكم، او يطلقك خائن. امسك. لا حول ولا قوة إلا تحيات لله، تحيات لله. تفضل، تحيات لله. تفضل. السلام عليكم وعليكم السلام أخي محمد وعليكم لباس. السلام. ما شاء الله شو بخير مازيك الحمد لله. لباس ما شاء الله بخير الحمد لله. ما طريبات الحمد لله يصحك لباس والله اللي بخير الحمد لله. ما شاء الله بخير وخير الحمد لله. هذا السؤال، هذا السؤال قلنا لك عنك خلطة خاصة تبدو عنهم وراهم ضيعته. هذا هذا خليهم ضيعوا. يدخل كتاب جينيس هذا السؤال. ما شاء الله ما شاء الله. هو ما يجبر الجواب، ما اظن عنهم لا يجبر الجواب. قد راهو في 2024، انا عندي قد راهو في 2024. باقي لنا تاريخ. لا صبرتوا. والله لا يعاقبهم معاه ان شاء الله. والله الله يعطينا الاستقلال، الله يعطينا الاستقلال، والله يحفظ الشعب الصحراوي. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والله. مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا. هذا الاخ مواطن صحراوي. لا يعاقبكم معاه ان شاء الله، خير تصيح. إذا كيف قلت احنا ما تعدوا على العياشة، اللي ما تعدوا على رؤوسهم ما تعدوا عليهم. اللي يبغى يدخل هون محترم مرحبا به وسهلا. أغزاف جواد تفضل. السلام أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عواشر مباركة إن شاء الله. علينا عليك إن شاء الله. علينا عليك إن شاء الله. علينا عليك إن شاء الله. وأنت راك غالي وعزيز من أيام التلفازة. أنا ما داخلش باش نعاير ولا عرفنا بنفسك من فضلك، عرفنا بنفسك من فضلك. أنا جواد ساكن في ألمانيا. مرحبا تفضل. وعندي سؤال خويا محمد، يعني ليش جاوبني تفضل. صراحة تفضل. بدون تفضل. لغة تفضل تفضل. واش كتشوف أنه كاين أمل أنكم تستقلوا كيف ما كتقول؟ يا أخي شوف، إحنا مالنا على الأمل، إحنا متأكدين على أننا نستقلوا بإذن الله تعالى. إحنا الاستقلال قافضينه بيدينا بإذن الله تعالى. ان شاء الله ربي يوفقك باذن الله تعالى، باذن الله تعالى ان شاء الله. شكرا اخي محمد. مرحبا وسهلا والله، تحياتي لك. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. العفو والله. مرحبا وسهلا. مرحبا.
طارق، طارق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مبروكة علينا عليك إن شاء الله، عليناك إن شاء الله. أخي محمد، عرفنا الصحراء براسك، حروة جدودنا، الصحراء حروة عرفنا جدودنا براسك. من الاستعمار عرفنا براسك الإسباني. عرفنا عرفنا معك براسك عرف. طارق مغربي. مرحبا، تفضل. الصحراء حروة جدودنا من الاستعمار الإسباني. باش حروها؟ والآباء حروها بالقوة. باش بالقوة؟ كيفاش بالقوة؟ وبالقوة باش بالقوة، فين هي هذه القوة؟ أعطينا المسيرة القوة. الخضراء، بالوثائق في هي الأمم المسيرة، المتحدة. هي المسيرة، المسيرة. شوف، ما مات فيها أحد منكم، ما أطلقتوا رصاصة على الإسبان. شنو هي القوة هذه عندكم؟ وعلاش الإسبان يخرجوا ويعطيونا الأرض؟ علاش ما ما يسلموهاش ما الأرض الآخرين، باش يسلموها للمغرب؟ ما نعرف. إذا يعني ما تعرفش، لأنها كانت قوة تم ماكينيات بالوثائق. كيفاش هذه القوة؟ شوف شوف، الحسن الثاني قال، الحسن الثاني في خطاب قال: إذا لقيتم الإسبان كانوا مدنيين أو عسكريين فاقتسموا معهم الزاد وأدخلوهم إلى خيامكم واقتسموا معهم طعامكم واحضنوهم وعانقوهم، فليست لدينا أي مشكلة مع الإسبان. ايوا، ها انت جاوبتي على السؤال بلسانك. يعني كاين وثائق. انتم حررتوها من من؟ انتم حررتوها من من؟ من الاسبان، لاننا كنا في الامم المتحده. قدمنا وثائق. لحظه، هذا ما سويتك الامم المتحده، انا جايك. واش انتم حررتوها من الاسبان؟ اي، حنا حررناها من الاسبان. نعم. باش بالوثائق، بالأدلة. بالوثائق. نعم، بالوثائق، بالأدلة. لأن لا يعقل أخ محمد، وأنت كنت كتخدم في قناة مغربية، لا يعقل أن دولة كانت محتلة واحد الأرض. يا خويا طارق، خويا طارق، شوف، الله يطول عمرك. شوف، أعطيني عقلك، ما تعطيني قلبك، أعطيني عقلك. عقلك، أنا بغيت عقلك. إسبانيا كم قضت من سنة في الصحراء الغربية؟ لا أدري. لا تدري؟ أنا أدري. قضت 92 سنة. نعم. النهار اللي جات إسبانيا باش تدخل هذه الأرض في 1884، شكون هي القوة السياسية المغربية اللي لقات في هذيك الأرض؟ ما دامت الأرض مغربية، لقات الساكنة الصحراويين المغاربة، القبائل. كيف الصحراويين المغاربة؟ القبائل اللي كانوا كيسكنوا في أنا سولتك أنا سولتك على السلطة السياسية المغربية. شنو هي السلطة السياسية المغربية اللي كانت في 1884 في هذيك الأرض؟ كانت السلطة المغربية، يعني كانت. شكون هي السلطة المغربية؟ لا أدري شكون اللي كان حاكم. لا تدري؟ لم تكن هناك سلطة مغربية، ما كاين سلطة مغربية، لا توجد، ما كاين لا إدارة مغربية، لا مؤسسة مغربية، لا مغربية، لا حتى حاجة. هذه 92 سنة اللي هي تقريبا قرن من الزمن، شن هما المعارك اللي قام بها المغرب باش يدافع على هيك الأرض ما دامت هي أرضه؟ المغرب كان محتل من البرتغال واسبانيا وفرنسا، كان كيواجه المعارك ديال من واش الشمال. انا سولتك انا ما شوف انا اسمعني انا شوف انا سولتك سؤال واضح، قلت لك اعطيني المعارك اللي قام بها ضد اسبانيا مدة 92 سنة في هذيك الارض اللي هي ارض عندك. ما عندك، ما انك عارف، قول لي ما نعرف. ما تقول لي مشى يحارب البرتغال ويحارب المريخ ويحارب كذا، انا ذاك الشيء ما عندي، ما نعدل به. انا سولتك واش حارب؟ والله ما حارب. انا غادي نجاوبك اخي محمد، انا غنجاوبك. شوف، ثلاثة دول اللي كانت محتله المغرب. واش حارب؟ شوف، انا شوف، انا اسمع واسمع اسمع اسمع، انا ما تقول لي لا كان يحارب الدول ولا ما الدول. واش انا سولتك على الدول؟ انا سولتك هل حارب في تلك الارض ام لم يحارب؟ راه السؤال جواب بسيط. انا غنجاوبك، وخلينا نجاوبك. جاوبني على هل حارب ام لم يحارب.
وخلينا نجاوبك. راه شوف، كان المغرب تحت الاحتلال من 3 دول، يعني الجيش المغربي اللي كان جيش مغربي كان تحت السيطرة ديال، هل حارب أم لم يحارب؟ بسيط، كان الشعب الساكن، حارب والله كان ما السكان، حارب، كانوا واش السكان في حارب المغرب. والله ما حارب. واش أنا ما سولتك على السكان؟ أنا قلت لك حارب أم لم يحارب. كانوا إلا حارب، المجاهدين واش المغاربة، المجاهدين حارب؟ والله ما حارب، كانوا المجاهدين كانوا المغاربة. المجاهدين واش المغاربة. أنت حارب؟ والله راني لا انتم معك على واش حارب أم لم يحارب، حتى تقول لي نعم أم لا. إلا قلت لك حارب المجاهدين المغاربة هما اللي واش حاربوا حارب؟ الاستعمار. والله ما حارب. واش حارب إسبانيا؟ والله لا. المجاهدين خويا العزيز، واش راه كانوا في حارب؟ الصحراء. والله حارب. شوف وانا المجاهدين اتكلم كانوا لك في على الصحراء. المغرب، انا ما اتكلمك على المجاهدين. واش الا كانوا المجاهدين في موريتانيا وحاربوا مثلا الاستعمار الفرنسي، راه واش الشعب يحسب، الشعب واش يحسب لكم؟ واسمع، واش نحسب انتم هما يحاربوا في موريتان ضد الاستعمار الفرنسي وتنحسب لكم انتم؟ انتم راكم تابعيننا احنا، ولا يا اخي انا سولتك المغرب، المجاهدين كانوا المغرب في وتزم. شوف المجاهدين في وتزم وفي الدار البيضاء واتصل كانوا يحاربوا الفرنسيين، واتصل في الجديده وفي كانوا يحاربوا البرتغال، واتصل والشعب في الصحراء كانوا يحاربوا الاسبان. وانا ما سولتك على واتزم، وانا شو سولتك على واتزم؟ وانا ما سولتك على واتزم، انا سولتك على هذيك الصحراء اللي قلتوا على انها مغربيه قبل 75، واش انتم كمغاربه حاربتوا فيها ام لم تحاربوا؟ حاربنا فيها، باشا حاربنا فيها في اعطيني اخر، معركه، بعد ما اعطيني حررنا، معركه، بعد ما حررنا اعطيني اسم الشمال، معركه، بعد، وخلينا اعطيني نقول اسم معركه، اعطيني اسم انا معركه، نقول لك، انا نقول لك بعد ما واعطيني حررنا. اسم معركه يا طريق. انا ما تقول لي بعد ما حاربنا، مات بعد ما حاربنا، ايوه انا سولتك اعطيني معركه من ام قال المعارك. واحد ام قال جوج مع الجزائر اللي بغات تحتلنا، والاسبان دخلنا عليهم بالوثائق وبالادله ومسيره خضراء اللي كانت فيها امه ديال محمد. واسمح لي، ام قال جات قبل المسيره ام بعد المسيره؟ المقاله بعد المسيره، لان بعد ما خرجوا واش انا الاسبان سولتك جات على بعد المسيره؟ الجزائر. واسمعني، انا جات الجزائر ولا جات المريخ؟ انا سولتك على هذيك الصحراء قبل 75، مدة 92 سنة. اعطيني اسم معركة واحد، شوف اعطيني نص معركة، نص لا نص بلا معركة. المجاهدين كانوا كيواجهوا المعارك في الاقاليم الصحراء وفي الشمال وفي الجنوب وفي الوسط المغرب، كانت المجاهدين، لان كان الجيش المغربي كان تحت سيطرة الاستعمار، لا وكان حول، المجاهدين هم اللي كانوا يحرروا في الارض. لا حول، وهذا راك انت قلتيها بنفسك في مجاهدين الاذاعه الكومير، الاولى. مجاهدين الكومير، مجاهدين البغرير. يا اخي انا سولتك اعطيني اسم معركه في الصحراء الغربيه، هذه يسموها انتم مغربيه، قبل 75، اعطيني اسم معركه، اسم. استنى اخي محمد، استنى تشوف جدودنا الله يرحمهم حروها الارض، حروها بس، ابائنا حافظوا عليها، واحنا حروها بس، الاحفاد حروها والله ما بس، يضيع منها شبر واحد، احنا الاحفاد والله ما يضيع منها شبر واحد. واخويا وبالوثائق طارق، ماشي شوف، تنقول لك بالكلام واخويا ولا طارق، شوف خويا طارق، شوف خويا طارق، بالله عليك انت درك هذا الشيء اللي تقوله مقنع لك انت؟ مقنع، لان في الامم باش مقنع؟ المتحده غير في الامس شفنا، غير في الامس شفنا وانا سولتك، انا شوف، انا سولتك على الامم المتحده، انا ما سولتك على الامم المتحده، انا قلت لك انت اعطيني اسم معركه ما هي عندك، معركه واحده ما هي عندك. احنا شوف اعطيني اسم شهيد، اعطيني شي اسم شهيد مات لكم في هذيك الارض قبل 75. بزاف الشهداء، بزاف اعطيني الشهداء، اسم، انا ما اعطيني اسم اعرفهمش شهيد. بالاسماء، ولكن راهم بزاف انا الشهداء نعرف اللي واحد، انا نعرف واحد، وراهم بزاف، انا ما لا نعرفهمش، انا حيت نعرف انا من واحد، لا انا منطقه نعرف الشمال، انا من منطقه الشمال ما غاديش نعرف منطقة الشمال، منطقه الجنوب الشهداء اللي كانوا بزاف. انا ماشي سياسي ولا انسان يعني ولكن ما متفقش عندك السي بالتاريخ ولا شهيد. واسمح لي، ولكن انت درك، انت باش تدافع على هذه الارض؟ باش تدافع عليها؟ ما نعرف، ندافع عليها نعرف، بالبيعه اللي كيبايعوا، شوف بالبيعه اللي كيبايعوا بيع شنو؟ شنو بيع؟ القبائل حتى الساعه بيع شنو؟ اليومين هذا شنو بيع؟ القبائل اللي كيبايعوا بيعوا دابا. واعطيني نشوف اسم، واسمع اسمع انا شوف واسمع محمد خويا واسمع محمد، اسمع واسمع اسمع اسمع يا اخي اسمع، راه ماشي بالضروره انك تراك، راك تضحك على راسك، راك انت تضحك على راسك، وانتم المغاربه تضحكوا على انفسكم. وقلنا لكم اعطونا معركه في هذه الارض 92 عام، ما عندناش مشاهد، ما عندنا، كاين الشهداء ولكن ما نعرف، انا ما نعرف الشهيد، ما كاين شهيد، ما كاين معركه. واش انتم 75 ياك جيتوا في الكاميونات، وفين كنتوا انتم على هذه الارض هذا الزمن كامل؟ مين كنتوا؟
فين كنتوا؟ الارض عند الساكنه ديالها، كل منطقه عند الساكنه ديالها كتحافظ عليها. كيف 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 ما كنشوفوا داك نتوما؟ انا سولتك عليك انت، فين كنتوا نتوما؟ فين كانوا جدودك انت على هذه الارض اللي هي فيها الاستعمار الاسباني؟ جدودي هما اللي خرجوا الاستعمار بالمسيره الخضراء، الناس مشات كلها هبطت للجنوب وخرجت الاسبان شوف بالوثائق وبالادله. أوكي بالمسيره، أخي محمد اشرح لنا المسيره، اشرح لنا المسيره. اخي محمد شوف اسمح لي، اسمح لي المسيره، اشرح لنا المسيره، راه بغينا نفهموا شنو هي المسيره، راه بغينا نفهموا. اعطيني غير كلمه ديالي. شوف واش كاينه شي دوله كتحتل واحد الارض وكتسلمها لواحد دوله اخرى ما لها علاقه لها بها؟ لا كاينه واحد الدوله، كاينه واحد الدوله تمشي لواحد الارض. واسمع واسمع يا اخي، واش انت مالك؟ سبحان الله، واش راه عطاك الله ودنين ثنتين باش تسمع؟ كاينه واحد الدوله تجمع الناس في الكاميونات وتعطيهم الساندويشات وتعطيهم قرعة من المال الواحد وتعطيهم واحد المصحف فيه 5 أحزاب من القرآن وتديهم لواحد الأرض ما يعرفوها وما تدخلهم هيك الأرض لا تصورهم ومن بعدها تقسمها مع واحد الدولة أخرى. على دابا إسبانيا غبية لهالدرجة أن تسلم الأرض للمغرب اللي هو لا يملك فيها شيء. المغرب اللي قسم هاد الارض هذه اللي قسم هذه مش كل اللي كيتسال فيها النص، الدوله اللي كتسال معنا النص في الاقاليم الصحراويه. انتوا مشيتوا حررتوها 75 يا قل لي. نعم اوكي، وحررتوها وقسمها الحسن الثاني مع موريتانيا. وعلى موريتانيا كتسال فيها النص دابا؟ هذه كانت غير سياسه بين الحسن الثاني واش قسمها مع موريتانيا ولا واش قسمها مع موريتانيا ولا لا قسمها مع شوف ماشي قسم معها الارض، مش يقسم معها الأرض، يقسم معها أنها يعني الحماية باش تحمي الأمن. واش قسمها معها؟ واش قسمها معها والله لا؟ قسم معها للحماية باش تحمي الأرض من الإرهاب ومن الإجرام ومن هذا، باش مش يقسم معها الأرض كواريت، مش واريت. هي كون كانت واريت علاش موريتانيا اليوم ما تسالش حقها النص ديالها؟ فين هو النص ديال موريتانيا اليوم؟ والله اش نقول لكم، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. والله دابا انت شوف محمد، وشوف شوف العالم كامل يتفرج عليكم، الناس العالم كامل يتفرج على هذه الفيديوهات وكانكم تحكوا لنا الخرافات، شينا وحررنا وش قسمتوها مع دوله اخرى، وهذيك الدوله الاخرى فقط لانها الحمايه والارهاب والكباب وكذا. واش انتم بالله عليكم تضحكوا على انفسكم؟ ورا انتم تضحكوا على انفسكم، واش كاين شي حد يقسم ارضه مع الناس؟ واش كاين شي ارض تحرر بالمسيره؟ يعني علاش ملي ارفع شوف علاش ملي طلب المندوب ديال الجزائر في الامم المتحده طلب تقسيم الصحراء، علاش المغرب رفض هذه الكلمه هذه؟ وعلاش الجزائر؟ وعلاش واش خابطكم انتم جن اسمه الجزائر؟ واحنا ما سولناك على الجزائر، الجزائر في جزائريتها راهي في بلادها. راه حنا المشكل مع الجزائر، ما عندناش مشكل مع شي حد اخر. باش عندك المشكل مع الجزائر؟ الجزائر هي اللي بغات تقسم معنا الارض، حنا ما عندناش شي مشكل مع شي حد اخر. انا شوف الجزائر تقسم الارض، واش انتم اسمح لي، انتم مشيتوا في 75 قلت لي حررتوا الارض. نعم. والجزائر قسمتها مع موريتانيا ولا شنو؟ الجزائر هي بغات تقسم معنا، بغات تاخذ النص. واش قسمتها مع موريتانيا؟ والله لا، واش قسمتها مع موريتانيا؟ الجزائر دخلت لكم الجزائر وقسمتها لكم مع موريتانيا. مين دخلت الجزائر؟ شكون خلاها تدخل الجزائر؟ على مالنا احنا بهذا تدخل الجزائر؟ جاوبني على سؤالي، سؤالي واضح، واش منين مشيتوا حررتوها في 75 واش الجزائر اللي جاتكم وقسمتها معاكم مع موريتانيا ولا انتم اللي قسمتوها مع موريتانيا؟ لا ملي حررناها الجزائر هجمت علينا باش تاخذ الارض ولكن ما قدرتش. الله يعاونك خويا، قوتنا كانت اكثر. نعم نعم قوه البغرير، نعم نعم قوه البغرير، تبارك الله قوه البغرير. علاه انتم تبارك الله انتم ماشي عندكم القوه، تبارك اصلا انتم اللي تصدروا القوه للعالم كامل. لا حول، مشي تعشى، مشي راه مطرحوا اسمه اسمها هي هذيك اسمها الرفيسه، راه حطوا الرفيسه، مشي شبع من الرفيسه وكذا ورقد خافيك، رقد رقد بكري حصل لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. مساكين والله. سامير يا رب تفضل. سلام خويا محمد، وش راك؟ صفا الحمد لله بخير والخير الحمد لله ما شاء الله، انت لاباس؟ الحمد لله اخو جزائري، تحيه الى الجمهوريه. مرحبا وسهلا، والله مرحبا وسهلا.
افضل من شريف الله. قبل من المكان تاعك هذا من هذا المباشر، حاب نبعث رساله الى المخزن الحكومه المخزنيه، ونقول يا خويا واحد يطلع معك من يجرموه على بالك العقاب لازم يعاقبوه، لانهم داروا لهم مشاكل كبيره. خرجوا لنا الالوفات التواريخ، عينا نعرفوا تاريخ واحد برك، اعطيونا تاريخ واحد احنا كجزائريين، نهضر معكم باسم الجزائريين، مستعدين اخويا نقولوا الصحراء المغربيه. ما عندهم، ما عندهم مشاكل. عندنا غير تاريخ عبد الله الشهيد يا خويا. من هذا نطلب محمد السادس لكنه يسمع فيا ولا الاتباع تاعو الياشا تاعو يقولون لهم بلي يطلعوا عندك، اقسم بالله كل الامم المتحده غير تشوف اللايف تاعك برك، يمدوا لهم يمدوا لهم شوف يمدوا لهم بالمعركه يعطوا معاه المغرب، يعطوها معاه المغرب، يقول لكم راعي المغرب. برد مدينه ممكن يقدروا تستغنى عليها الامم المتحده هي مدينه بوزبير، يقدروا ما يعطيوها لناش غير المدينه الوحيده اللي عندها تاريخ. خوتي محمد الله يطولك فرح بزهرة والله، شكرا جزيلا والله، الله يوفقك. راه هادشي اللي قلنا لكم العياش، راكم ضحكوا فيكم العالم، واش هاد ساعه التاريخ، مات التاريخ، حررناها قلب ما نعرفش عدلنا مساكين مساكين الله. عفوا زهير، كبسوا من فضلكم، ما تنسوا التكبيس باسكو التكبيس ضعيف شوي. 29 ألف، تفضل تفضل اخ زهير. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، عندك شويه ضجيج ويا غادي عندي لك هي واحد السؤال وغادي ننزل لانني عرفنا براسك. هو عرفنا براسك. شاكر زهير من المغرب من الرباط بالضبط. تفضل عندي لك هي واحد السؤال اخ، عندي لك هي واحد السؤال نتمنى انك تجاوبني عليه بصراحه. تفضل. شوف الى عاد الى عاد شخص الى عاد شخص لا يقول لك ماشي شغلك، الساعه اللي يعود شخص لا يقول لك ماشي شغلك، المهم ترى تختار. تفضل. المهم واحد السؤال كما تنقولوا بريء ما عنده حتى شي لعبه، علاش الاخ ملي كان في الاذاعه وتلقى ماشي شغلك، ماشي شغلك، ماشي شغلك، ماشي شغلك، ماشي شغلك، شفت ماشي شغلك، تعرف ماشي شغلك هو هذاك اللي قلنا لك يا غار، انت غير ما تسمع قلنا لك لا نقول لك ماشي شغلك يا غار انت. هو شفت بدل على انك تجاوب على مغربيه الصحراء واش اصلا مغربيه قبل 75، السؤال مات السؤال. هو تعال اطرح السؤال. مروكو بوانكم تفضل. مروكو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. يوسف من المحمديه. مرحبا تفضل. الصحراء الغربيه للصحراويين، الا ان إلا أن الصحراويين أرادوا أن يكونوا مغاربة. وشكرا. باش كانوا مغاربة، باش مغاربة وراك راه النتائج راه عندك راك تشوف. باش مغاربة، شوف باش مغاربة، استفتيتهم. اسمع اسمع اسمع، شوف شوف اسمع شوف أرانك، شوفوا ضحكوا فيكم العالم، ضحكوا فيكم العالم. بحالة الناس بحالاش نقول لك بحالاش الناس تصوركم تقول لكم بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ جاوب. شوف أنا قلت لك والله إلى سؤال بالغ وجاوب أنا... على السؤال. أما الصحراويون قالوا إحنا قلنا لك شوف وشوف أسمع، شوف الاستفتاء الذي سيجرى في الصحراء الغربية لن تشارك فيه أنت بحكم أنك مغربي، لن يشارك فيه المغاربة، ولم ينظم إلى حدود الآن. لو كان نظم الاستفتاء وقالوا لك الصحراويين بأنهم مغاربة على الرأس والعين، ولكن أنت تكذب على رأسك. لا أنت لا اليوم أنت شنهي شلا تقول؟ شوف ولماذا هم محبوسين في تندوف؟ لماذا لم يتركوهم الخروج والتعبير عن آرائهم؟ شكون هم اللي محبوسين؟ كما تقول أنت راهم محبوسين صاحبي، محبوسين محبوسين صحراويين الاحرار اللي هما باغيين الانضمام الى 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 المغرب الى المملكه. كم عمرك انت؟ كم عمرك انت؟ 40 سنه. 40 سنه. كم من الناس عندك في المدينه التي تنتمي اليها حارقين في البحر؟
مشاو من المغرب. لا ولكن اكينين بزاف. انا نمشي معك على الطريق ديال المغرب. المغرب اسمع المغرب اليوم الا قال لهم 24 ساعه لين فتحوا لكم الحدود 24 ساعه اللي بغى يغادر المغرب واش لا يبقى حد في المغرب؟ شوف اللي بغى هذيك لتحسين الاوضاع هذا فرق ما بين انك تحسن الوضعيه ديالك وانك تهاجر بلادك. تكذب على راسك اش من تحسن الوضعيه وامشي تكذب على راسك انت تكذب علينا. احنا المغرب رانا عارفينه بمدنه وقراه. والله ما يفتحوا لكم الحدود ما تبقى انت اللي الان تدافع على الصحراء المغربيه انت براسك تركب في البحر وتمشي. قال لك يحسنون اوضاعه. بماذا هي الصحراء المغربيه باسمه بالحريق مساك تاسي الحسين تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله تفضل. دابا نهضروا بالواقع اللي مكثريه صار كما في الواجب. عرفنا براسك بعد هي الاولى باش الناس تعرف كاع مع من تتكلم. وباش عرفناك تازي ولا قلنا السلام عليكم انا فلان بن فلان من المكان الفلاني وجاوب وخذ راحتك سمك الله بفضلك. الله يبارك فيك اخ سمك الله بفضلك. حسين تفضل. جاوبنا على سؤالنا بماذا الصحراء المغربية قبل 75؟ هذا هو السؤال الحلقة. محمد خالد كان يطالب بالصحراء. الخطاب ديالو في باب الصحراء كان واحد الخطاب عنده ديال محمد الخامس خطاب قديم. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا عاوتاني غنطرح عليك سؤال. عطيني شي دوله كانت لا حول ولا قوه. شي دوله سميتها جمهوريه ديمقراطيه. لا حول ولا قوه. عطيني السفارة. عطيني شنو. واش انا سولتك عن البوليزاري ولا سولتك عن الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه؟ انا ما سولتك عنها. الا تلا بغيت تعرف الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه واش كاينه امشي للظاهر الملكي لمحمد السادس في يناير 2017 ولا تقرا الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه صادرها محمد السادس. اما انا ما سولتك عن الجمهوريه. نعم مشي العدد الرسمي للجريده الرسميه في يناير 2017 وقرا وخضر في عويناتك وشوف الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه اللي اعترف بها محمد السادس. اما انا ما سولتك عن الجمهوريه. انا سولتك عن هذيك الارض بماذا هي مغربيه قبل 75. شوف اسمح لي شوف اسمعني شوف الجزائريين يتفرجوا فيكم الناس اللي من تونس يتفرجوا فيكم الموريتانيين يتفرجوا فيكم اقنعوهم. عطينا شي كلمه تبقاش تهضر غير بوحدك. يا الله وتفضل. دابا بحكم الواقع واش الاستفتاء حل واقعي؟ يلاه كون واقعيين. واش المغرب خسر عشرات الالاف؟ شنو سؤالي انا؟ انا السؤال ديالك واش شنو سؤالي ديال الصحراء حل الواقعي واش الاستفتاء حل واقعي؟ شنو سؤالي انا؟ سؤالي انا ما لا انفصال بعد الانفصال. احنا ما منين كنا معاكم باش نفصلوا عنكم. انا سالتك شوف اسمعنا نرد عليك السؤال نكرر عليك السؤال واسمع باش تسمع السؤال. السؤال هو بماذا هي الصحراء مغربية قبل 75؟ اسيدي استعمرناها صافي. استعمرتوها كيفاش؟ استعمرتوها كيفاش؟ بالقوة بالعسكر صافي. إذن ما هي لكم؟ ما هي أرضكم؟ حكم الواقع هذه ديالنا. يلا جو على الفكر ديالك. حكم الواقع لا واش هي أرضكم إلى عاد عندك عند إلى عاد أرضكم. واسمع تاريخيا واسمع الصحراء المغربية ولا لا واقعيا؟ واسمع يا واسمع واقعيا باش شنو هي واقعيا؟ شنو واقعي؟ عسكريا شنو؟ أمميا أمميا عسكريا أمميا شنو عسكريا أمميا؟ أكاين شي راية أخرى من غير راية المغرب؟ وما الراية؟ راه سبتة ومليلية فيها الرايتين الإسبانية راي فيها فلسطين. واسمع يا أخي واش بغيتني نجاوب ولا نخليك تطرطر أنت عيا وتنزل؟ انا ما عندي حتى مشكل باسكو انا طرح اللي ندافع عنه عارفه راه ما انا فقط نحاول نفهمك انت هذا الشيء اللي تقول راه ما هو صحيح باسكو هذا اللي نسولك انا عنه. انا قلت لك بماذا هذه الارض ارضكم قبل 75؟ قلت لي احتليناها. اعترفت لي باننا احتليناها.
جميل احتليتوها. الفكر ديالك على الهضره ديالك سيدي احتليتها. لا لا ماشي على فكر ريانة. اليوم في الصحراء الغربيه توجد بعثين قالها المينورسو. شنو هي المينورسو باللغه العربيه؟ بيني من هذه 20 سنه اعطيني شي قرار اممي كيقول المغرب دوله احتلال. ما هي المينورسو باللغه العربيه؟ كنعرفوا المينورسو كنعرفوا بعثه امميه. ما هي المينورسو؟ ما هي المينورسو باللغه العربيه؟ عارف الاسم ديالها؟ عارف الاسم ديالها؟ شنو هو اسمها باللغه العربيه؟ البعثه الامميه اللي تصفيات استعمار السقية الحمراء والدم وين داك المنطقة ديال الصحراء. اسمها البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. اسمها البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. مهمتها جاية باش تنظم الاستفتاء في الصحراء الغربية. وهذا الاستفتاء لن يشارك فيه المغاربة كاملين بما فيهم أنت. بما فيهم أنت. لن تشارك أنت في الاستفتاء ولن يشارك فيه محمد السادس ولن يشارك فيه الأمراء ولن يشارك فيه أي مغربي بما فيهم المغاربة الذين يسكنون وازدادوا في الصحراء الغربية بعد 75 إلى يومنا هذا. علاش ما تعترفوش بالخطأ؟ قولوا قول بنات حسن تريد لكم واحد القالب سانتان واحد وثنين. لا أستغرب أنا شوف أنا لا أستغرب شوف أنا لا أستغرب شوف أنا لا أستغرب أنا لا أستغرب أن الإنسان يعود راجل كبير عنده 40 سنة ويقول لك القالب مثل قوالب وكذا. لا أستغرب لأنه هذا هو فكر الإنسان العياش. يا أخي هذا الشيء اللي تتكلم عنه رانك معدل راسك. بس كنت قوة احتلال، وقوة الاحتلال لا بد لها في يوم الأيام أن تصبح في خبر كان. إسبانيا اللي قضت 92 سنة في أرض الصحراء الغربية مشات منها. الاستعمار الإسرائيلي سيغادر فلسطين. إذا كنتم أنتم رجال لهت تخرجوا إسبانيا من سبتة ومليلة. إذا كنتم رجالة، إذا كنتم فعلا رجالة، إذا كنتم لا البغرير والمسمان وجدنا وقالوا أجدادنا والكذب الأحمر ماكم لا يتحروا أي شيء، لا يتموا فما يتحروا حتى أنفسكم وسط المغرب. نرى المغرب نعرفه يا أخي. ما شاء الله شفتوا ما شاء الله الأجوبة مقنعة جدا. أنا قنعت حقيقة. أكسيل تمازغة تفضل. السلام عليكم محمد الرادي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير أخويا لاباس علي؟ والله اللي بخير الحمد لله. أنت لاباس؟ الحمد لله. مرحبا وأهلا. عرفنا بنفسك من فضلكم من منين؟ معك أسيدي أكسيل أكادير المغرب. مرحبا تفضل اخك اكسيل. السؤال شنو هو؟ السؤال هو بماذا هي الصحراء المغربيه قبل 75؟ اسيدي قبل 75 كانت يعني محتله من طرف الاسبان في 1884 على ما اعتقد. بماذا هي الصحراء المغربيه قبل 75؟ قبل 75 راه قلت لك راه استعمرتها اسبانيا 90 سنه، ولكن من بعد الاستعمار الإسباني كانت يعني كانوا القبائل الصحراويين موالين للمملكة المغربية. باش موالين للمملكة المغربية؟ ايوا التاريخ كيقول هكاك. باش موالين للمملكة المغربية؟ كاينين بعض القبائل يعني داروا الولاء للمملكة. شوف يا اخي شوف 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 هذيك الصحراء اللي قلت فيها إسبانيا 92 سنة هي كانت مغربية. كانت مغربية كما أن سبتهم ليبيا كانت مغربية. جميل يا أخي أبشر باش كاملين نستفيد. سير المهم كانت مغربية. كانت مغربية. أوكي بماذا كانت مغربية؟ كانت مغربية راه قلت لك راه كانوا يعني الإمبراطورية المملكة المغربية كانت من تقريبا من الشمال حتى النهر ديال السنغال كانت المملكة المغربية. الإمبراطورية. هو اسم الامبراطور اللي كان على رأس الامبراطوري كيفاش اسم المملكة المغربية عندها 12 قرن محمد الرضي انت كتعرف هذا الشيء. انا عارف عنها 12 قرن. شكون عطى الاستقلال لموريتانيا؟ انا سوتك الامبراطورية اسم الامبراطور اللي كان على رأسها.
ولا كانت موريتانيا شكون عطاها الاستقلال؟ موريتانيا شكون عطاها الاستقلال؟ الامبراطوريه شكون هو الامبراطور اللي كان على راسها؟ إذا كان هذه إذا كان هو فعلا كاين امبراطور اعطينا اسم الامبراطور. ما عندك اسم الامبراطور صح، ما عندنا مشكل، ولكن مين هو الامبراطور؟ اعطينا الامبراطور. هاد المرابطين هادو فاش كانوا شادين من 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 جنوب اسبانيا، واش كانت المغرب كانت امبراطوريه حتى نهر السنغال؟ اعطينا اسم الامبراطور. المرابطين فين كانوا شادين الحكم ديالهم؟ اعطينا اسم الامبراطور اللي كان حاكم الإمبراطورية، ولا كانت إمبراطورية سايبة؟ شوف محمد، ما ندخلش معك أنا التفاصيل بأي أدق التفاصيل، حيث أنا ماشي مؤرخ. واش كانت إمبراطورية سايبة ما عندها إمبراطور، ولا كانت عندها إمبراطور؟ إذا كان عندها إمبراطور أعطينا إمبراطور، إذا كانت سايبة قلنا راه كانت سايبة، إمبراطورية سايبة ما بلا إمبراطور. ما كانت سايبة. شكون انت يا من 1995؟ هذه الامبراطورية واسمع، شوف خلينا احنا نمشوا معك نتقدموا معك، احنا غير من اللي حيتك نعلقوا لك كيف يقولوا. انت قلت لنا الامبراطور حتى النهر السنغال، اعطينا اسم الامبراطور. النهر السنغال لا، وكانت موريتانيا يعني محمد الخامس عطى، واسمع لي محمد الخامس عطى الاستقلال. ما عرفتش، وريني قول لي انت اللي صاحب انت اللي قلت المملكة المغربية. اش من الامبراطوريه هذه اللي تتكلم تاعنا؟ الامبراطوريه تشري القاموس اليوم من 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 البرازيل؟ اش من امبراطوريه تتكلم عنها؟ امبراطوريه نص المغرب ساكن في الطين؟ اش من امبراطوريه هذه اللي تتكلموا عنها؟ الامبراطوريه احنا كنا حاكمين، احنا كنا فاعلين، كنا تاركين، اش من امبراطوريه؟ اعطيني اسم معركه واحده خطوها في هذيك الصحراء ما دمتم انتم ما شاء الله عندكم الامبراطوريه. اعطيني اسم معركه، معركه واحده خطوها في هذيك الصحراء اللي قلتوا عنها مغربيه قبل 75 فيها اسبانيا ما دمتم انتم ما شاء الله. المعركه اللي خدينا خداوها الصحراويين اللي كانوا في ديك المنطقه بالضبط، حيت فاش كانت الاستعمار، اسمح لي خلينا ما تقاطعنيش، حيت فاش كانت ابلتي فاش كانت الاستعمار يعني في المغرب، فاش كان كيتعرض ابلتي بلا ما تضحكش، راه كتحكات عليكم ونضحكوا عليكم، راك تضحكوا على انفسكم وانتم ماشي الوقت. خلينا نهضر، شوف الامبراطوريه خلينا نهضر، لا صحش. واسمع اسمع، راني نخليك، راني نضيع معك انا 10 دقائق، ما ديت منك ولا حش ديت من عندك. انا جيتي معنا انتم خدام لقيتي تجاره مربحه، ارسل. انا ناقش معك موضوع الصحراء الغربيه عندك، شوف تعدل لي فيها، ما خليتينيش، ما عطينيش الوقت باش نهضر. سمعت انا، شوف انا قاعد ذاك اللعب انت ما تهضرنيش، عطيني الفرصه باش نهضر، عطيني الفرصه، ما تقاطعش، هذا هو المشكل ديالكم نتوما، ما كتخليو الانسان. سير تلعب مشي تلعب عندي، جيت تلعب عندي انا هنا، تلعب عندي انا هنا، شي تلعب شي عند الامبراطور، سلم على الامبراطور. قال لك الامبراطور مساكين جهلاء. حق اسم اصمتنا بالامبراطور. الامبراطور السيد. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس خويا؟ لاباس الحمد لله، ما ان شاء الله بخير. والله غير الجزائر يطلع كنسلم على خويا. والله مرحبا وسهلا بك، مرحبا وسهلا والله اخويا. هو راه يقول امبراطوريه عطانا السنغال، اعطينا اسم الامبراطوريه اخي. هذا السؤال يعني واضح جدا، يعني واضح وصريح، ما يلف ويدور ويلف ويدور. ما عندهم شي امبراطور عندهم. منين هو الامبراطور؟ امبراطوريه تاع شحال؟ امبراطوريه ساكن نص الشعب ساكن تحت الطين في 2023 قال لك الامبراطوريه. دخل لك موريتانيا وقال لك محمد الخامس مدري استقلال موريتانيا او تعرف هو الحنش هذا تعرف يتحرك على كرشه يتملى ماشي، هو يعني ماشي من موريتانيا اللي يكملوها لك في الماري، والله يكملوها لك ما عارف مني مساكي. موريتانيا هو الامبراطوريه راه دخل فيها الجزائر، مدخل فيها الصحراء الغربيه، مدخل موريتانيا، مدخل فيها الصحراء، ولكن اسم الامبراطور ما كاينش. هو منين هو الامبراطور؟ هل سمعت انت في التاريخ انه كانت هناك شيء امبراطوريه في المغرب؟ لا ابدا، احنا قرينا التاريخ اسم امبراطوريه، يعني حتى في شمال افريقيا ما كانش امبراطوريه اصلا. ايوا مساكين، هي شيء يعني صراحه يعني. ايوا الله يهديهم، الله يهديهم مساكين، الله يهديهم. الله وخير، شكرا جزيلا اخويا الجزائري، الله يحفظك ان شاء الله. محمد ورحمه الله، امين ان شاء الله، صحيت الله، مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا.
الإمبراطورية الكارطوطية. خالد الكاسمي. خالد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله مودني بخير خويا. لاباس الحمد لله ما شاء الله. مؤذن شكون؟ السلام عليكم. مؤذن الله يرحمه. انا طلعت غادي نناقش معك الامور بواقعية. مؤذن الله يرحمه ان شاء الله. مؤذن الله يرحمه. اخ محمد عرفنا من نفسك. خالد القاسمي من ايطاليا مغربي. مرحبا تفضل. انا بغيت نناقش معك الامور بواقعية الاخ محمد. تفضل. اوكي. الى عندنا التاريخ ديال المغرب العربي لما اسس المغرب العربي اسس على 5 دول وليس 6 دول اكيد او لا؟ نعم لا. الى رجعنا قبل اسبانيا كتكلمت كطرح واحد السؤال قبل 90 92 سنه انا ما تذكرتش شنو قلتي انا سؤالي شوف انا سؤالي يا خالد انا سؤالي واضح انا ما سويت لا على المغرب العربي ولا ما فين هو كاع المغرب العربي تكلمت عنه مين هو هذا المغرب العربي اللي تتكلم عليه جات في قاره امريكا الجنوبيه في امريكا الجنوبيه او في الفرق بيني وبينك انا الفرق بيني وبينك انا سمعتك انا عطيت انا حطيت الوقت باش نسمعك اوكي طرح سؤال انت ما عندك الوقت باش تسمعني طرح سؤال تفضل انت رجل صحفي وذكي إلى نزلتيني واسمعني هزيمة والله بات الهزيمة واش أنا داخلين هون الحرب فأنا سولت سؤالي واضح أعطينا الحجج والأدلة التاريخية على أن الصحراء كانت مغربية قبل 75 يا اخي هي كانت مغربيه والدليل بان ما كانش شي دوله عند شي اسم دوله جمهوريه صحراويه او في اسم اخر لا خالد اعطيني انا ما سالتك عن دول الصحراء قبل دخول اسبانيا من كان يحكم كان شي حاكم انا سالتك يعطيني اسم حكام كانوا انا كنجاوب بصراحه انا سالوك ما هي الحجج والحجج التاريخيه على مغربية الصحراء قبل 75 الحجج كل الحجج هي مغربية بجميع الأدلة بجميع كان شي دولة ما هي الحجج كانوا حكام كان جمهورية قبل دخول إسبانيا هل كانوا حكام هنا هل كان جمهورية صحراوية كان جمهورية صحراوية الأخ محمد عطينا الحجج عطينا الحجج التاريخية جمهورية بوليزاريو من كان يحكم من دخلت إسبانيا لا حول ولا قوة إلا بالله كان حاكم انهزمتي لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة مرحبا سلطة تخصت السلام عليكم وعليكم السلام عزيز من الجزائر قاطن في سلام. أوروبا مرحبا سلام عزيز شوف يا أخي محمد والله الذي لا إله إلا هو لو كان الأمر بيدي غير عبست على البوطنة ديركت والله نعبز على البوطنة الإس 400 والله العظيم الذي لا إله إلا هو على حسب أني نسمع يعني غير عبست على القفلة والسلام عليكم وصايو كسرة سلام بعد المهم نعبز يا اخويا اش نقول لك الله يجعل ربي يعطينا انت ما اقتنعت يا انا بعد اقتنعت انا اقتنعت بان الصحراء مغربيه الله يجعل ربي يعطينا 2% من الصبر تاعك 2% برك شابو برافو عليك السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا وسهلا اخويا عزيز مرحبا وسهلا مرحبا نعرف عن الاخوه في الجزائر بحكم انهم يتعصبوا فاسكو مساكين مساكين العياش والله أمال السلطان أمال السلطان يمكن طلعت معنا مرة تفضلي الأخت أمال يا محمد واش راكم صباحكم صباح الحمد لله بخير الحمد لله ما شاء الله يا ربي الحمد لله الله يسلمك يا أخي قلتها لك ونعاودها لك شحال من خطرة كي نحب نضحك نفتح ندخل في اللايف تاعك ندخل قسما بالله يا خويا محمد المهرجين مهرجين من الآخر هذه هي
كارثه. هو تعرف بلا بهم بلا بهم بلا بهم رانا لهنا شينا الملل. امبراطوريه على بال امبراطوريه ما يعرفوش اسم امبراطور تاعهم. زعيطر مملكه 12 قرن ما عندهم لا تاريخ، ما يعرفوش لا تاريخ لا دين والو والو والو. عبالك هذا والله يا ربي مانيش حابه ندخل في حاجه ربي بصح الاعصار اللي جا لي بينهم ما يجي لهم يصحهم كاع قسما بالله لا حول ولا قوه الا بالله. اقسم بالله غير هما يطلعوا عندك يا خويا محونا انا في بلاصتي حشرت. انا اقتنعت ما شاء الله عندهم تبريرات مقنعه ما شاء الله. لا كانش يا محمد الموديراتور تاعك راه نحالي ستيلو باسكو كنت نكومونتي نحالي ستيلو افون واش عندك لك نفسي يمكن جعفر ولا هشام خفوا شوي يمكن معك كثره التعليقات يغلطوا مجرد يكليكوا على اسماء. المهم خويا محرض بقويك راك مرعبهم راك ركبت لهم كما يقول الحمه ان شاء الله تطرح لهم كاع. المهم بون كوراج من لك بون كونتينياسيون امين ان شاء الله. ميرسي غربيه حتى من حد وكريها من كريها اكيد ان شاء الله. الله يطول لك السلام عليكم. صح مرحبا السلام شكرا اخت امل شكرا. إذن لازلنا نطرح السؤال وننتظر الإجابة. يا رب نلقى حتى عنده الجواب. جواد الريفي. السلام عليكم ورحمة الله يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وسهلا. تحياتي من ألمانيا لإخواننا في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. مرحبا وسهلا أخ جواد. ياك الأخ جواد من الريفي. الأخ جواد وتحية عالية 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 لإخواننا في الجزائر. الله يطول وعلى راسهم القائد تبون. واش نقول لكم اخوتي انا من الريف مظلوم راكم عارفين قضيه الريف راكم لا لا بلا بلا ما نقول لكم حاجه واحده اللي نوصيكم عليها وهو الثبات. الثبات ثم الثبات ثم الثبات اكيد والله اياكم واياكم من دوله الزريبه اكيد اكيد والله يعني أكيد. اقولها لكم من يعني من القلب والله العظيم والله. وكيف شفت انت تبريرات العياش لهذا موضوع الصحراء الغربية؟ يا اخي راه دولة فلسطين محتلة، راه المقرر ديال دولة فلسطين راه نجيو نهضروا يعني المروك راه في المرتبة الأخيرة لا في التعليم ولا في الصحة ولا في كل شيء والله. وزايدين هم دابا خانوا الأمة العربية وخانوا الأمة الإسلامية بإجماع العلماء اللي قارين الدين وأنا ما قاريش الدين راهما خونة راه لا دوغ بخصهمش يبقوا في هذا العالم هذا والله والله. هم تعدوا عليكم في الريف تعدوا على الشعب الصحراوي تعدوا على الجزائر صحيح. هادو راه هادو ما عقلين جاوا هاد الناس هادو ولهم يعني بالمرصاد لهم بالمرصاد حتى آخر نفس راه والله ثم والله ثم والله راه الريافة راه ما عمرهم يحسوا مغربي. يقول لك أنا مغربي راه واخا الكراتا كنقولوا هنايا في الريفية فوق الراس والله هو واضح أنه ليسوا مغاربة أبدا لسنا مغاربة بتا حتى جديدة في عمرهم 103 عام كيقول لك حنا راه حنا ماشي مغاربة والخونة راه كاينين في أي مكان والله الحركة مشكلة والله. وشكرا لكم وتحية عالية لإخواننا في الجزائر وإخواننا في الجمهورية العربية الصحراوية وخيرت والله. التبات ثم التبات والسلام عليكم إلى النصر شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى إن شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا وسهلا. تعلم أيها العياش تعلم يعود عندك خطاب متزن مقنع فيه الإيجابية فيه التحرر من العبودية. ما عيش الملك عاش الملك قال الملك فعل الملك هذا كره خطاب بئيس جدا ما عنده قيمة. الأخت اللي قالت عنها صحراوية ترسلنا باسكو ما لقيتها كون في القست. إذا رانا نحاول نوعوا شوي. عبد المية تفضل. أخويا محمد الصحراوي الله يحفظك. مرحبا وسهلا وعليكم السلام. مرحبا وسهلا. عبد الله عبد من الجزائر هذا الأخ. إيه من الجزائر الأخ. أنا لا مغربي مغربي مرحبا وسهلا تفضل.
انا مع سمك الله. القضيه الصحراويه الله القضيه طبعا. الصحراويه والقضيه لان المغرب ما عنده صفه حق على الصحراء. فهمت. ولكن علاه مثلا علاه ما عنده علاه انت مثلا انت مختلف عن هذول المغاربه كاملين اللي يقولوا الصحراء مغربيه بدون ما يقدموا دليل. أول ما كاينش يعني وثائق تدل على أن الصحراء الغربية أنها مغربية. فهمت أخي. هو يقول لك واش الله ينعن الزاملوكي ولد القحبة الله ينعن الطيار الزاملوكي ياكل. لا 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 شوف هذاك الشيء كامل شوف يا ولدي شوف أولدي شوف أنا متربي عليك متربي على يد أم محترمة وأب محترم. فرق بيني وبينك فرق بين السماء والأرض. أنا ما نسبك وما نسب والديك ما عندي الغرض كاع باش نسبك ولا نسب غيرك. وعندي قضية عادلة ندافع عنها. سمعت وأنا ماني منافق. أنت اللي طالع منافق أنا مغربي أنا كذا وفي التالي تقول الكلام الساقط. شو يدل على ذلك؟ يدل على أنك إنسان منافق وعلى أنكم أنتم كاملين لتدافعوا عن المخزن منافقين وعلى أنكم كيف الحربة تتلون ولكن حقيقتكم لابد أن تظهر في النهاية. ولكن هل سبك وشتمك يغيرش من الحقيقة؟ أبدا. أنا اللي نقول لك على أنه هذاك السب والكلام اللي تقول الله إن شاء الله يجعله مغفرة لمك وبوك في القبر يجدونه في القبر من يطرحهم في القبر يلقوا هذا السب والشتم عند رؤوسهم. فقط ما نخسر عليك شيء أكثر من ذلك. شفت الفرق بين الإنسان اللي متربي والإنسان اللي جاي من ثقافة السب والشتم؟ ثقافة السب والشتم راه الناس كاملة تعرف. أنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. راضي الليلي. مرحبا وسهلا تحياتي. أنا عندي. لا عرفنا بنفسك من فضلك. أنا الصامد من المملكة المغربية. مرحبا تفضل. عندي لك هنايا وثيقه من شنو سميتو 1907 يعني قبل تاسيس الدوله البوليساريو حوالي 60 سنه. انا غادي نوريها لك ونوريها للاخوه الكاملين من هنايا قبل. وثيقه الريال. وثيقه ديها لاسم هو ديها لمحمد ديها لمحمد السادس. وثيقه كيف الكاميرا باش نقراها لك وحتى الاخوان يقراو معنا وما نقولش بلي زورت شي حاجه. وثيقة فرنسية. تفضل أعطينا الوثيقة الفرنسية باش نعطوها لمحمد السادس ويمشي ديها للأمم المتحدة. هايش اسمه الوثيقة هنا فرنسية بتاريخ 2 ماي 1907. شنو كتقول هذه الوثيقة هذه؟ أنا غادي نعطيك الترجمة ديالها. لا أعطيها لنا هي شمن ترجمة أعطيها لنا هي. أنا ترجمها أنت ترجمها أنت قراها أنت وترجمها بالفرنسية مباشرة. واخا في المغرب شاحنة أسلحة. لا شوف اسمع ترجم لنا الوثيقة الفوق ترجمها لنا قراها لنا بالفرنسية وترجمها بالفرنسية. أنا غادي نقرا لك بالعربية وغادي نقرا لك حتى بالفرنسية. قلت لك تطلع الفوق سمعت تطلع الفوق. أنا شوف أولدي أنت راه يمكن باين صغير. أنا 24 عام قضيتها فقط وراء الشاشة 24 عام كاع ما عندك ما تفوت علي أنا. لا تطلع الفوق الوثيقة الفوق وتقراها لنا بالفرنسية وترجمها لنا بالفرنسية. واخا ما كاين مشكل. أنا دابا نقرا لك بالعربية ونقرا لك بالفرنسية ما كاين حتى مشكل نهائيا. إوا راك حكمت على راسك اللي تنزل يا ولدي. يلا انزل. الله يعني. أنا قاع ما عندك ما تشوف. أنا قاع ما تلعب معايا. أنا ما عندك ما تلعب معايا. أنا جيني ديركت ما عندك. شوف أنا قاع ما عندك منين تهرب عندي أنا. وثيقة عندك أنت ما هي عند محمد السادس. محمد السادس مشى براسه لسمو الأمم المتحدة. محمد الحسن الثاني مشى بقات له وثيقتك انت لقيتها عند جداتك مخزونه عند جداتك في الخزين. زين. امسك يا الله. شكيب خالد شكيب خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
انا غير بغيت نقول لك تحياتي ليك والصحراء غربيه وتبقى غربيه. مرحبا وسهلا غرب، ما عرفتنا بنفسك من وين؟ اوه انا من الجزائر الاخ محمد. مرحبا وسهلا اخي، مرحبا وسهلا والله. بارك الله فيك اخ محمد، ربي يقدرك على العيش. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله، شكرا والله، شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بالمحضار بالمحضار تفضل. تفضل بالمحضار او بالمحضر. اذا لا جواب، كل الأجوبة بائسة جدا، كل الأجوبة غير مقنعة بتاتا. ياسين نيسي، ياسين تفضل. السلام عليكم. زين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في خير الحمد لله، ما شاء الله الحمد لله. عرفنا بنفسك من فضلك، من منين؟ ياسين إسبانيا. مرحبا تفضل. خوش مزيان الحمد لله بخير. نسول كذا مزيان يا اخي، احنا عندنا سؤال. الى عاد عندك له جواب ما عارفين شايفك وصاي. بماذا هي الصحراء المغربيه؟ عارفين شايفك، شايفني في التيك توك. فلسطين قضية عقيدة، تفضل. فلسطين قضية عقيدة، تفضل. تفضل. جابر. السلام. جابر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا حبيت نقدم مداخلة صغيرة نعطيك الدليل بصح الصوت عندك شوية ضعيف. داخل عند الصوت عندك. لا عرفنا بنفسك من فضلك فقط، جزاك الله خير. جابر من باريس. مرحبا وسهلا تفضل. قلت لك عندي مداخلة بسيطة بصح ما تقاطعنيش. تفضل تفضل. طبعا إذا كانت خارج الموضوع، باسكو موضوعنا هو الصحراء الغربية. لا في الموضوع وفي إطار الأخلاق. تفضل. شوف خويا، الصحراء المغربيه لانه حنايا امبراطوريه تاع 12 قرن والتاريخ، وسيدنا كان في القمر. الكسكس البغرير كان في القمر. سيدنا كان في القمر وبزق في الطياره تعمر لها الكيروزين. ما طاحت الحمد لله، ما طاحت. ايوه تحياتي لك خويا. تحياتي لك، مرحبا وسهلا لكل الصحراويين. تحياتي لك والله، مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا. شفتوا العياش، اصبحتم مسخره العالم، العالم كان يتمسخر طبعا بكم اصلا تقدموا اجوبه ما كان شي دوله في العالم فيها الشعب يصدق الخرافه قد المغرب. نعم طائره كان طائره وفالها الكيروزين وجاء محمد الخامس وسبحان الله وفعل ما فعل في اسمه الريزرفوار وخلاص وكملت مسيرتها ما شاء الله اللي لحقت للرباط. محمد الخامس ظهر في القمر، حرر من الصحراء بالمسير. الخرافات، تجيب اي طفل في العالم تقول له شو المسيرة، مش يقول لك شاش إلا في المغرب، يجيك الشيباني والصغير والكبير وإنه وكذا وحررنا والله يهديك. حررت تحرر أنت، تحررها بالكومير، تحررها بالكميون، تحررها بالدم إلى مشيت وبالشهداء وكذا. فاتي غوز، فاتي من الجزائر، مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا فاتي، مرحبا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. لاباس الحمد لله. مساء الخير. في القمر. الحمد لله، كنت حدا محمد الخامس، كنا مجاورين.
كان هو كان هو ساكن في القصر، انا عندي ابارتمون وحده. يا ماينا ليك، ماينا ماينا هذا قلب عندك يا صاحبي. ايوا لا احنا اللي رانا نتفرجوا فيك تقلقنا. ايوا لا الله يسلمك والله. وهذيك الارض اللي داوها عطينا شويه انا ولا به نبني فيلا عندكم في الصحراء. اتبع موجود التراب ما شاء الله، ولكن لا عطاو انا العياش. إيه قال لك لن يفرطوا في الشبر من السم، هو مشكلة. أنا الشبر يعطيني شوية. عفوا محمد، هذاك شوية يعطيهولي نبني فيلا، ما كانش في الجزائر، بس راح يديولنا الصحراء، راح يديولنا بالشر. إلى ما جاوك النهار الثاني في المسيرة، لأنهم راهم يبغوا المسيرات. أنا كتبتها لك المسيرة الحمراء. هذه المرة حاشاك لا يجيبوا الحمير اللي كاينين في الحوس، بعد ما يكمل ان شاء الله، بعد ما يبنوا ان شاء الله الطريق لا يشيطوا عليهم عزك الله ياسر من الحميري، ينظموا بهم المسيرة ان شاء الله للصحراء الشرقية. يا خويا يعطونا شوية برك من الفهامة تاعهم صحيحة. هذا ما كان والله العظيم، ربي يعاونك. آمين إن شاء الله. آمين. عليهم عليهم. آمين إن شاء الله. وإن شاء الله الصحراء ما غربية وفي حرة إن شاء الله وفي بوليزاريو. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. مشكورة. آمين. السلام على أخت فاطمة. مرحبا بالسلام والله. مع السلامة والله. السلام السلام. مرحبا بالسلام والله. تحياتي. مرحبا بالسلام. هاكم ضحكوا الحمد لله، راكم معدلين الفكاهة أيها العياش. عفوا. خالد جودي، خالد جودي تفضل. السلام عليكم. خالد تفضل. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا السؤال هذا الحقيقة خصو عرفنا براسك من فضلك. عرفنا براسك من فضلك. أنا اسمي خالد من وجدة. مرحبا تفضل. قلت لك هذا السؤال الحقيقة خصو يكون فيه مناظرة، تطرحوا على واحد يكون في مستواك الدراسي. خاصوا الجواب يا أخي، خاصوا الجواب. ما أنا شوف أنا واش أنا هون قلت ما يطلعوا هون الباحثين والأكاديميين، أنا معد اللايف يطلع فيه الجميع، لكن من هم الباحثين والأكاديميين؟ أنتم سبحان الله أنتم ما قدرتوا تفهموا واحد الأمر. هو هذه 48 سنة من الصراع في الصحراء الغربية، 48 سنة، ما لا نهار ولا نهارين ولا عام ولا عامين، 48 سنة. ومحمد والحسن الثاني كامل جهده وماله ومخابراته خدمت على الملف وما حقت فيه شيء، وجاء محمد السادس وخدم عليها 24 عام، مرة يقلع النظارة مرة يحط النظارة، والأموال والمخابرات وكل شيء ما قد يحسم الموضوع. يجي واحد في اللايف لا يحسم الموضوع. هو الموضوع محسوم، احنا رحنا في صحراء. باش محسوم يا اخي. شوف ها شوف انت، شوف سبحان انت انت اسمع واسمعني واسمعني. شوف انت تقول لي الموضوع محسوم، باش محسوم يا اخي؟ باش محسوم، محسوم الا انت تعتقد على انه محسوم. اما هو شوف الملف عند الامم المتحده، مجلس الامن الدولي لا يجتمع في شهر 10 على 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 قبله. المينورسو موجودة في الصحراء الغربية، الحرب موجودة في الصحراء الغربية، الجيش المغربي يموتوا منه القتلى إلى يومنا هذا، الجيش الشعبي الصحراوي يستشهدوا منه المقاتلين إلى يومنا هذا، والموضوع محسوم. باش محسوم؟ باسكو خالد من وجدة قال منه محسوم. باش محسوم يا أخي؟ محسوم لأن محسوم لأن الراية المغربية كترفرف في الصحراء المغربية. صافي يعني يعني شوف يعني مشي حتى الارض، شوف مشي حتى الارض، شوف مشي حتى الارض وطلع فيها الرايه وقول صافي الامر محسوم بالرايه. يا اخي راه اسبانيا قضت رايتها، علمها الاسباني، رفرف في الصحراء الغربيه 92 سنه. اسرائيل الان يرفرف علمها في الاراضي الفلسطينيه اكثر من 75 سنه، لكن هل تحولت ارض فلسطين الى اسرائيليه؟ ابدا. ما حد كاين هناك الشعب صاحب الأرض يدافع عنها، راه لابد يخرج منها المحتل. أنا سألتك سؤال بسيط جدا، قلت لك أنت يا أخي هذه الأرض تدعي أنها أرضك قبل 75، أعطينا عليها الحجج والأدلة. والحجج والأدلة خص يكون واحد عنده، خص تهضر مع وزارة الداخلية، يا
يعطيك وثائق ويعطيك يعني احنا كشعب عادي. نرجع نتكلم مع الداخلي شني؟ كيفاش نتكلم مع الداخلي؟ لا تكلم مع واحد يكون عنده كيفاش نتكلم مع الداخلية؟ والداخلية راه الداخلية شوف الداخلية عندها شي حجج والله أدلة تجيبهم اللايف عندي أنا وتديهم للأمم المتحدة تحسم الملف؟ أنت الداخلية أنت في نظرك أنت الداخلية المغربية عندها باش تحسم الملف وما حسمته، الخارجية المغربية عندها باش تحسم الملف وما حسمته. سبحان الله أنتم تنظرون للملف ببساطة، لا مشكل بسيط جدا. راه هذاك اللي القصر القصر ولا جيت ولا ديستي والبوليس والمجتمع المدني والباحثين والاكاديميين وكل شيء هذا الشيء كامل تعاون باش يحول الصحراء الغربيه المغربيه وما استطاع ما استطاع. علاه؟ لان شوف الصحراء الغربيه ما كان فيها تواجد مغربي قبل 75، ما كان فيها قبر مغربي قبل 75، 92 عام وفيها اسبانيا ما فيها مغربي واحد مشي يدافع عنها، ما الجيش المغربي مشي يدافع عنها، لا المغاربه مشاو يدافعوا عنها، لا السلطان مشي يدافع عنها، لا الملك مشي يدافع عنها، حتى محمد الخامس من اعلن ما يسمى بالاستقلال لم يذكرها حتى في اعلان الاستقلال. لو كانت مازالت هيك الارض محتله في هذاك العهد وهي تابعه للمغرب لكان محمد الخامس جا وقال في الخطاب نعم انا اعلن استقلالا جزئيا، لانه الى حدود الان مازلنا ما حررنا كامل اراضينا وراه عندنا واحد المنطقه ينقال لها المنطقه الفلانيه وخاصكم تحروها. تفضل. المغرب كله كان مستعمر، حتى المنطقه توجد كانت مستعمر، المغرب كله مستعمر وحررت من عند الوجاده. المغرب كله مستعمر بالاستقلال. المغرب كله مستعمر. لا كان مستعمر ولكن اسمح لي خالد محمد الخامس 1956 أعلن خطاب الاستقلال، صح في خطاب الاستقلال هاي الساعة الصحراء الغربية محتلة من طرف إسبانيا. نعم. لماذا لم يذكرها في الخطاب؟ هو كانوا جوج دول مستعمرين المغرب، صعب واحدة بوحدة. لماذا لم يذكرها في الخطاب؟ لماذا لم يقول بأن أرضنا مازالت محتلة؟ لأنه منين يقول أعلن الاستقلال معناها لأنه الأرض كاملة المغربية حررت. وحتى مليلة وشبتة مازال ما تحررت، وإحنا إن شاء الله غادي نحررها. وأنا ما سولتك عن مليلة وسبتة قاعدة تذكرهم 500 عام. شوف سبتة ومليلة باعهم السلطان بدراجة هوائية تقول لي نحروها باش يتحروها، وانتم باعها السلطان قبض فيها بشكليط ومات هو ومشات البشكليط مشى الفيفيل ومشى رحمة الله عليه، وتقول لي انت اللي نحروها باش يتحررها انا سولتك. شوف ان سؤالي واضح، هذا محمد الخامس منين بغى يعلن على الاستقلال علاه ما قال الصحراء راهي محتل؟ ايوا هذا ما عرفتش انا هذا التاريخ، انا ما نزلت انت ما تعرف ما هو مشكل. اوكي لما جات الحمايه الفرنسيه منين جابوا الحمايه الفرنسيه للمغرب؟ لماذا لم تشمل الصحراء الغربيه؟ الصحراء مستعمره اسبانيه، يا غير جات فرنسا، ياك السلطان جاب فرنسا وجاب فرنسا باش يحمي التراب المغربي، صح؟ نعم صح. وعلاه ما يمشي يحمي التراب يحرر الارض المغربيه المحتله اللي هي الصحراء الغربي اللي تسموها انتم المغربي؟ هو شوف المغرب كان في ظروف صعبه، كان جايه وحده باش نحرروا البلاد كامله. سبحان الله. شوف باش ما تحتكموا للحقيقة، باش ما تقولوا المنطق، ها قوة المنطق راه فارض علينا قوة المنطق، كلام منطقي، تمشوا تبحثوا على التبريرات. ولا احنا كنا ضعاف واحنا راه ما كنا كذا. ايوا يا اخي هذيك الارض اللي تسموها انتم الصحراء الغربية، اعطيني معركة حاول دافعتوا انت بها على هيك الارض في مده 92 سنه لما كانت فيها اسبانيا. ما اعرفش صراحه. اعطينا اسم شي شهيد مغربي مات في هذيك الارض مده 92 سنه، قرن من الزمن. لا يوجد. لماذا الحسن الثاني؟ شنو؟ هذوك مغاربه، الصحراويين المغاربه كانوا كيحاربوا باش يحرروا الصحراويين المغاربه.
لا كانوا مغاربة. كانوا باش مغاربة باش مغاربة يلا قول لي باش مغاربة مغاربة قالها جواد صح قالها خالد قالها خالد من وجدة مغاربة صح صح يعني انت راك ممكن تتكلم لي على واحدين في المالي وهذوك ماليين لا راهم تابعين تشاد لانه قالها خالد يا مثلا مغاربة باش مغاربة باش كاين صحراويين كيعيشوا في الصحراء كانوا مجاهدين اباؤهم كانوا مجاهدين كانوا مجاهدين شوف مجاهدين معناه على انهم مغاربة وراهم مثلا عايشين في الصحراء وراهم شخصيات واش ما واش مجاهدين صافي لعبت مجاهد رانك مغربي ما كنت مجاهد انت رانك صحراوي صح هذا هو المنطق عندك انت لا لا ها لا 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 ها لا انا عارف اللي الصحراويين مغاربة حاربوا للاستعمار واسمح واسمح لي واسمح لي مين مشيتوا انتم في المسيرة في 75 استقبلكم حد من هذو الصحراويين المغاربة اللي قلت ما عرفتش في الحقيقة عانقوكم قالوا الحمد لله جاونا أخوتنا المغاربة الحمد لله جاوا ينقذونا جاوا يدافعوا على عرضنا والله دخلتوا عليهم دخلتوا عليهم بجيشكم أدخلناش عليهم بالجيش باش دخلتوا بدون سلاح وراء المسيرة المسيرة الخضراء هذيك اللي يسموها المسيرة الخضراء ما دخلت الصحراء الغربية ما حط قدم واحد في الصحراء الغربية من هذيك 350 ألف واحد ما في راسك ما علمت به لا عارف لي ما دخلوش كلهم للصحراء ما دخلوا كلهم ما دخل واحد 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 ما حط قدمه فايك كانوا الإشبان موجودين الجيش الإشباني كان موجود في الصحراء واش دخلوا للصحراء الغربية ولا ما دخلوا للصحراء الغربية في ذاك الوقت لا في 75 ما دخلوش ما دخلوا ما دخلوا إذن كيفاش حررتوها أنتم بالسياسة هدروا مع بالسياسة وخرجت بالسياسة بالسياسة شنو هي السياسة عندكم أنتم سياسة الحسن الثاني الله يرحمه سياسة الحسن الثاني الله يرحمه كيفاش شنو هي السياسة السياسة عندك انت اسمع شوف السياسة عندك هي ما تعرف انت هذه الأرض اللي اسمها الصحراء الغربية قبل ما تدفع عنها فيها استعمار إسباني خليتها تتصارع مع وحدها مع شعبها يتصارع مع الإسبان تمشي المحكمة لاهاي انت وموريتانيا تقول لكم انتم الاثنان لا وجود لروابط قانونية بينكما مع أرض الصحراء الغربية وبعدها تمشي توقع اتفاقية مدريد الثلاثية وتقسم الصحراء الغربية مع موريتانيا تقدر تفسر لي انت لماذا الحسن الثاني اقتسم هذه الأرض مع موريتانيا سنة 1976 ما أعرفش لماذا اقتسمها بصراحة وقال عالم بأنه اقتسمها مع موريتانيا عارف اقتسمها ولكن ما وكيفاش اقتسمها هي أرضه هو حررها واقتسمها مع دولة أخرى جاب دولة أخرى ودخلها له ايوا هذه سياسته هو سياسته هو سياسته هو سياسته هو بأن الأرض سياسته هو تحت القويرة بين المغرب والثاني موريتانيا وفي الحقيقة احنا ما كنأمنوش بالحدود انتم ما تامنوا بالحدود الله يودي على انتم تامنوا بالحدود انتم ما تامنوا بالحدود انتم ما تامنوا لا بالخرافه انتم زين عندكم لا الخرافه صافي اما الحدود الا مات الحدود قاع ما تامنوا بها سبحان الله سبحان الله استغرب والله استغرب حقيقه يعود الانسان بعقله اعطاه الله عقل ويشوف هذا الشيء كامل قدامه ويشوف بانه لا وجود لشيء قالوا المنطق ومزال يقول لك ولا ونحن لا نؤمن بالحدود يا اخي هي ارضك والله ما هي ارضك إذا كانت أرضك أسمع إذا كانت أرضك لا يدافع عنها ما كانت أرضك ما كريت دافع عنها إذا كانت ما هي أرضك لا يتقسمها مع الغير تقسمها باش دافع باش لو أي أعطينا باش دافعت عنها أعطينا باش دافعت عنها باش دافعت عنها باش دافعت عنها نعم باش دافعت عنها لا لو الآن تقع حاجة أنزل للصحراء وباش دافعت عنها أنا ما قلت لك الآن ولا مت الآن أنت شوف هذا قاع الآن لا تتكلم عنه الحسن الثاني من 75 إلى 91 دفع بألف 200 ألف جندي مغربي ماتت منهم 30 ألف ماتوا في أرض الصحراء الغربي 30 ألف وشهداء والله ما هو شهداء راهم عند ربهم ولا يعطيهم الشهادة ولا ما يعطيهم واش أنت اللي تعطيهم الشهادة ولا نعطيها أنا الشهادة و30 ألف ماتوا أنت جالس في وجدة والله يحتن حارب عليها وراه أنت الحسن الثاني مشى ب 200 ألف
وبالطائرات وبالأسلحة وبالجدار الترابي وزيد وزيد ما قد يدافع عنها. علاه ما يدافع عنها؟ وحررها أصلحك حررها وما مشى منها ولا شيء. حرر ولا شيء بالحق ولا شبر وراء كل هذه المشاكل الجزائر مليت الجزائر مال الجزائر الجزائر مات الجزائر. وشوف هذه الأسطوانة هي أسطوانتكم توما، والجزائر والأمم المتحدة ما حلت مشكل، وإحنا كذا ونحن في أرضنا والأرض محررة، هذا شيء كاب دائما نسمعه، ولكن الواقع شيء آخر. شوف المجال الجوي للصحراء الغربية اليوم تتحكم فيه إسبانيا مدة 48 سنة، تقدر تعطيني لماذا؟ وهذه اتفاقية سوف تحل للمشاكل. هذه اتفاقية، المهم تقر بأنه المجال الجوي تابع لإسبانيا اليومين هذا. جميل جميل. أوكي، لماذا ما تم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي من يوم 17/7/2023؟ راهم مشغولين فيه، راه غادي يديروه، راهم مشغولين، راهم يسون اوكيبي، غادي تحل هذا المشكل. هذا المشكل شوف كاين سياسة، حتى المغرب داروا له المشاكل بزاف. المغرب هذا سياسة، انت عارف هذه القضية. الله يعاونك خويا خالد، الله يعاونك. الله، مع السلامة. شكرا، مع السلامة. شكرا. العفو، مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. مع السلامة. شكرا نورا، مرحبا وسهلا. راسك يزلزل طبعا، يزلزل ماسكك، لأن هناك من يعادي المنطق، يعني ما يعادوا المنطق، ضد المنطق هم. ما مساكن ما هما برمجوا على ذلك، هو شنو برمج على الجزائر والصحراء وصحراء في مغربها، وحنا مشينا حررنا وكذا وكذا. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، تحياتي لكم. أذكركم بأن الحلقات تجدونها في اليوتيوب، منشورة في القناة في اليوتيوب. حلقة الليلة إن شاء الله ستعود بنا إلى حلقة الأمس، كانت حلقة مميزة كذلك، لكن أنصحكم بعدم مشاهدتها مع العائلة بسبب سوء أخلاق العياشة، وليس بسبب سوء أخلاق الصحراويين والجزائريين الأفاضل. تحياتي لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.